إذا مشاهدينا أكيد بعد ما أخذنا فقرة ديكور راح ننتقل حاليا إلى فقرة الأخبار. أول خبر إن أكيد للقيصر كاظم الساهر، والخبر ألبوم القيصر كاظم الساهر يعرض على أشهر مركز إعلانات في العالم نيويورك. أكيد إحنا نفرح اليوم إنه القيصر هو الحلقة الرابطة ما بينه وما بين باقي الشعوب، وبنفس الوقت إحنا نشوف إنه اليوم هذه الخطوة اللي أنجزها كاظم الساهر مو بالخطوات الغريبة أو الجديدة، دائما هو بخطواته متميز أكيد، وأكيد إحنا نبارك له من خلال هذه الفقرة. أيضا ننتقل إلى الخبر الآخر. دراسة تؤكد أن النساء يفسران الرموز التعبيرية الإيموجي بشكل مختلف عن الرجال، وهذا أبسط اختلاف ما بينهما. يعني هذا أبسط اختلاف ممكن احنا نشاهده بعقل الرجل والمرأة، أنه طريقة الإيموجي اليوم تتفسر بطريقة مختلفة بين الرجل والمرأة. يعني حتى احنا نتقبل الاختلاف ووجهات النظر المختلفة ما بين الرجل والمرأة، بالدليل هذا أبسط دراسة اليوم مقدمة بأنه اليوم الرؤية من الرجل تختلف عن رؤية المرأة. ننتقل إلى الخبر الآخر. شاب يفاجئ أخته بحفل تخرجها. طبعا اليوم احنا نشوف اكو كثير من الفيديوهات تكون موجودة بالسوشيال ميديا، وايضا يمكن احنا نشاهد اكو كثير من الفعاليات تكون من قبل الاهل وحتى العائلة يعني المتخرجين، واليوم نشوف اكو كثير من الاحتفالات المميزة والسند والعون اللي يكون من خلال الاهل والفرحة المشتركة. بالتالي احنا نشوف فيديوهات تكون موجودة بالسوشيال ميديا بشكل جدا لطيف ومفرح. يعني هذا ابسط فيديو احنا نشاهده انه اخ يفاجئ اخته بهذا الحفل، فمن الاشياء اللطيفه صراحه نشوف اكو هبه كبيره بالاحتفالات بالتخرج، وبنفس الوقت نشوف اكو مفاجات، ابي يفاجئ بنته، زوج يفاجئ زوجته. بالتالي احنا اكيد نشاهد ونفرح بهذه الاجواء وبهذا اليوم التعاون اللي يكون من قبل الاهل لكل طالب مجتهد هو يتعب حتى يتخرج وحتى يرفع راس اهله. اذا مشاهدينا كانت هذه اخبارنا لليوم، راح